عنك النخيل عن الأحقاد مرتفعاً، يرمى بحجر فيعطي أطيب الثمر. ليس من الغريب أن يلجأ الشعراء دوماً للنخيل لاستنساخ صورهم وإظهار بلاغتهم. هو النخل، ومن مثله في الشموخ والعطاء، شجر مبارك أصبح أحد رموز دولة مباركة بقادتها، شجرة نبتت فأثمرت فأعطت فأخذت تزرع بأيدي المواطنين، وأحدهم محمد سيد النقبي. الشجرة هذه يعني مستوت يدودنا، هذا من خلقة الدنيا. الحمد لله الشجرة موجودة، ترى الله خلقها لنا، حتى في القرآن مذكورة بعد. ما نفرق بهذه الشجرة هنا، يعني هذه شجرات الحمد لله نعمة كنا ناكل منها، ويداد على يد على يد عاشوا على هذا الشيء. إحدى مناطق خورفكان تحتضن العديد من مزارع النخيل، وكانت في سنين الأمطار الكثيرة مشهورة بمزارع الخضار والفاكهة التي شكلت قديماً مصادر رزق أصحابها ولقمة عيشهم. يعني هنا كنا من يوم صغار مستوين عند الوالد نشتغل بالمال هذا، ما نروح مكان، احنا واخواني يعني نشتغل نزرع نسوي صارم. اقول بار كان عندنا ماي حلو، وقصرنا اخوي خذ شيء، واخوي الثاني خذ شيء، واخوي الثالث خذ شيء، والخت خذ شيء، والخت خذ شيء، يعني قصرناها، تقسمت الاموال. الحين صار يعني كل واحد نصيبه قليل، ما وايد يعني، اما كان اول مال وايد، على نشتغل من الصبح لليل دائما كل يوم شغل، ما نعيد من الشغل. تبدل المناخ وشحت الأمطار وجفت الكثير من المزروعات، وحده النخل بقي يتحمل ملح الماء ومره، حتى أمسى بديلاً صامداً في وجه الظروف البيئية المتقلبة. النخلة تعيش على الماي، شوية تهومة أو شوية مر، ومع تهومة مر وايد يعني مروره ما يعيش عليه، ما تعيش، ولكن تعيش على شوية تهومة، تهم ما يخالف تشتغل تعيش عليه. محمد النقبي يستذكر دوماً كيف كانت الأرض زمن جده حين كان طفلاً صغيراً يقطف ما يحلو له قبل أن يتبدل الحال ويكسو النخيل المكان. هذا هنا كان عندنا همبة متروسة الدنيا، هذا كله لومي هني، لومي متروس، هذا كله ما تخاف تدخل هني، لومي كبار الدنيا، ومن صار المر تغير الماي
كله مات. قام واحده ورا واحده اللومي وش كبره واصله فوق ويعني وثمره ما يحتاج. نشيل منها نود منها الشارجه ناس يشتروا عندنا لومي مراحل على كرمكم الله على حمير ويصير ودوا الشارجه يطرشوا فيه يسموه الطرشه للشارجه الساحل يسموها الشارجه اسمها الساحل. هذه الشجرة التي تثمر مرة واحدة كل عام ويغيب حلو تمرها من الغيض إلى الغيض تمر بمراحل عديدة تستمر من 4 إلى 6 أشهر يحضر فيها المزارع منذ المرحلة الأولى وهي الإنبات أو ما يسمى بالتلقيح وإلى المرحلة الأخيرة التي تبشر بها النخلة بخيرها. أول ما ننبتها في النبت يعني النبت يكون بشهر 2 يمكن بشهر 2 بشهر 1 ننبتها من ننبت حط لها نبات يعني نقل عليها من الريال ذكر في ذكر وانثى نشيل من الذكر ونحطيه داخل انثى داخل النبته. اول كانت حباب وبعد حباب صار خلال وبعد خلال صار بسر تبسر بعد تبسر ترطب لكن هنا عند البسر نشرط النخلة نشرط هذا الخوص اليابس نقص الخوص اليابس ونقص هذا ونجيب حبال ونربط بالعضق بالعسقة عند العضق ونربطها بالخوصة هني على اساس انه يوم يجي البيداري بينفض بس يجيب المدماة ويحطيها تحت بالعضق وينفضه يكون بارد ما يطيح تحت بالوساخة لو طاح شيء يطيح شيء بعد يطيح لكنه ما وايد. هذا المجهود الذي يشرحه العم محمد ويحفظ مراحله في قلبه ويرويه كما لو يروي أحب القصص إلى نفسه يكلل بالإثمار في أول الصيف إلى وسطه تقريباً أي أن المحصول يستمر لشهرين شهران جميلان يرى فيهما الرائي أينما أشاح وجهه عناقيد تدلت وكأنما الشهد سال أو يكاد. هذا لازم نخلبه وصاخة يسوي عقور يسوي سوسة يسوي وصاخة لازم نشيل الكرب اللي في نخلبه خلابه وبعدين ما نخلبه ننقل النخلة ذيك اليوم نهيس هياسة ثور ونهيس على الثور وبعدين نجي نويله نجيب لي قراز اثنين واحد تع منه بحبل وواحد يود القراز هالنمونة ونسوي نقرزها دون مدار النخلة وبعد ما نقرزها ناخذ عنها كذا ونجيب لها سماد مع البقر مال البقر ثيران مال البقر نحطه تحته وندك عليه شوي شوي واسع عليه وخلاص بعدين نسقيها لين بعد يجي شهر 2 1 بعد تطلع النبته.